في اختبار اسمه التحصيلي. بكل بساطة الاختبار ده مكون من المواد العلمية، الكيمياء الفيزياء الرياضيات الأحياء بتاعت أولى وتانية وتالتة ثانوي، يعني بيجمع لك كل مناهج الثانوي في اختبار واحد. والاختبار ده انت محتاج تحضر له وتذاكر له كويس عشان حرفيا مستقبلك بيتحدد بناء عليه. فأخوك يوسف مذاكر أسبوعين قبل الاختبار، والنهاردة موعد اختباري، والحال على الله بصراحة. فأشارككم تجربة ان داخل اختبار مش مذاكر يعتبر، وده عكس اللي كنت بعمله وعكس الشائع. حبيبي مشكور. بسم الله. لو سمحت ممكن اطلع؟ ليه؟ لا اصلا انا غالبا في قاعة غلط، يعني انا حاجز اللي هو التحصيلي بتاع الثانوي اللي هو انت بتاخده وبعدها بتروح الجامعة لو تقابلت في الجامعة، بس تقريبا دي الجامعة على طول، فده غالبا مكاني غلط يعني. يعني اختبارات المدرسة بكون محضر لها كويس، اختبار القدرات كنت محضر له قبلها بثلاث شهور ومراجع اكتر من اربع مرات، لكن التحصيلي يعني فلت مني شوية شوية بس، لكن خير ان شاء الله. انا اتفائل و الساعة حاليا 5:30 لازم نتحرك. شوف لقيتي في الطريق نصر. وصلنا مفروض. قبل الاختبار هاكل 7 تمرات عجوة وسكوب وربع بروتين، فطار خفيف قوي علشان نقدر نركز في الاختبار ان شاء الله. الساعة حاليا 6، يعني الحمد لله وصلت بدري. اختبار الساعة 8، فباقي ان شاء الله ساعتين حاضرين بدري، راجع شوية تسريبات وشوية حاجات كده قبل ما ندخل ان شاء الله. قرأت النهاردة الصبح بعد الفجر سورة الملك. بصراحة سورة الملك دي بتفرق قوي، يعني انا في اختبار قدرات كنت قرأت سورة الملك، دخلت جالي نموذج او اختبار كنت انا لسه حله قبلها بساعتين. ده باشمهندس مصطفى، هو لسه ما بقاش باشمهندس بس على العموم، ده مصطفى صاحبي حاجز معايا حرفيا في نفس المدرسه في نفس الموعد في نفس كل حاجه، فكلنا في الهوا سوا. ايه توقعاتك للاختبار يا باشمهندس؟ ان شاء الله فوق 95%. ذاكرت كام يوم بالظبط؟ فعليا في بالظبط انا بدات المذاكره، بدات حجزت محاوله التحصيلي من 35 يوم، بدأت المذاكرة من 3 أيام. وفي اليوم كم ساعة؟ ما عدتش ساعة يعني، مش درجة دي متوسط في اليوم؟ ساعة ونص مثلا كتير. يعني انت بذاكر توتال مثلا 5 ساعات زي كده. متوقع تجيب كم؟ 95. 95 متوتر؟ لا خالص صراحة، مش حاسس بأي حاجة يعني. متوتر؟ يعني قبل الامتحان بدقيقتين هحس بشوية توتر بس مش حاسس بحاجة. معنا بري ورك اوت، ادينا طاقة على أمل نركز في الاختبار. عدينا شباب عدينا. الحمد لله على السلامة يا شباب. ايه رأيك؟ الحمد لله على كل حال بإذن الله. الحمد لله على كل حال. والله الطويل صح، يعني انا فضلت قاعد ظهري مدعوس، قعدنا جوه بتاع 2:30 ثلاث ساعات كده، انت قاعد عمال كل قسم 25 دقيقة، فانت بتجري والقسم بيجري وراك والأسئلة بتجري وراك، كل حاجة جاية وراك. صوت الجرس في الآخر ده وحاطين مؤقت فاهم، كل شوية باقي 5 دقايق باقي 5 دقايق، بس إن شاء الله خير إن شاء الله خير. يعني أغلب الأسئلة مش كلها، أغلب الأسئلة كانت عدت علينا قبل كده وشفناها في التجمعات وكده، ولكن في أسئلة كتير في أسئلة كتير. يعني كتير قوي. واغلب الاسئله كانت من اللي انا ذاكرته قبل الاختبار بصراحه، باستثناء 10-15% أو 20% من الاسئله كانت جديده واول مره اشوفها، ولكن ان شاء الله خير يعني، ان شاء الله سهلات باذن الله. بالنسبه للخطه اللي اتبعتها في المذاكره كانت بسيطه، اذاكر يوميا ساعتين بتركيز بتركيز، وحل التجميعات واكتر الاسئله المتكرره واللي كانت بتيجي في اختبارات السنين السابقه وبس كده. مذاكره ساعتين في اليوم لمده 2 أسبوع ودخلت الاختبار كده. لك انت تخيل. عندي النهارده تمرين رجل، تتمرن معايا رجل؟ بتمرن رجل النهارده ان شاء الله. وبصراحه اثناء فتره المذاكره ما وقفت الجيم خالص ولا تمرين ولا دايت، فضلت مستمر على التمرين والدايت والنوم الكويس زي ما انا بالظبط قبل المذاكره، وده يرجع لاسباب كتير خليني اقولها لك. اولها ان الجيم حياتي تقدر تقول، ثانيا الجيم بيساعدني قوي قوي في التركيز في المذاكره وان اخلص بسرعه، عشان كده ساعتين مذاكره في اليوم كانت بالنسبه لي مناسبه، نقدر نقول كانت كفايه ان الحمد لله ذاكر اللي عليا، ولكن انت شوف المناسب معاك واعمله. ثالثا ان ده شغلي وشغفي ومصدر سعادتي بصراحه، يعني ان اصور فيديوهات واقدم محتوى يفيد الشباب حاجه بحبها جدا، ومبسوط ان ربنا سبحانه وتعالى اداني القدره والقوه ان افيد الشباب اللي في نفس سني
واثر فيهم بالايجاب. ومبسوط برضو ان انا قدرت اساعد اكتر من 750 جماوي من خلال خدمه التدريب انهم يحسنوا من صحتهم وحياتهم. فبالنسبه لي الجيم اكبر بكتير من مجرد مكان بشيل فيه شويه اوزان. تمرينت اليوم رجل، بدات بالليج اكستنشن، بعدها الهاك سكوات، بعدها دخلت على الليج بريس، بعد كده فصلت بالاماميات والخلفيات بالسمانه واقف على السميث ماشين، بعد كده بدانا بالخلفيات ليج كيرل وانا نايم، بعدها الار دي ال او ديد ليفت الروماني. المجموعات كلها تقدر تقول 3 باستثناء الليج اكستنشن كان 2 والهاك سكوات برضو كان 2 والار دي ال 2، غير كده كله 3. وبركز دايما على الرينج اوف موشن او المدى الحركي وان انا انزل بالراحه قوي اثناء العده. وطبعا حاجه من الحاجات اللي انا بعملها دايما ان انا بسجل اوزاني على الواتساب، يعني انا عاده بسجلها على سجل الاوزان بتاع السيستم بتاع جماوي، ولكن النهارده بسجلها على الواتساب سريع سريع، فبكتب الوزن بكتب العدات، ولو احتجت كده كده موجود في الشات. والحمد لله دي اخر التطورات اللي وصلت لها في التنشيف، ووزني حاليا 80.5، وان شاء الله قريبا في مفاجاه رهيبه. بعد التمرين طلعنا على مطعم صحي طلبنا وجبتين، وبصراحه حتى الاكل الصحي فرق معايا اثناء الدراسه سواء في التحصيلي او القدرات او غيره. يعني الايام اللي باكل فيها اكل صحي بكون مركز بشكل خارق وجسمي خفيف خفيف، فمش بكون منسدح ومش قادر، بل بالعكس بكون قادر اخلص كل اللي ورايا بسرعه وتركيز. وبرضه الاكل الصحي ساعدني في النوم الكويس والعميق لانه خفيف على المعده فبيتهضم بشكل افضل واسرع من الاكل الغير صحي اللي بيكون مليان زيوت، فالنوم بيكون اسطوري وبالتالي بقوم من النوم مصحصح وفايق فبقدر اذاكر بسرعه وبتركيز اكبر. خلاص الوجبات الحمد لله، حاليا نروح البيت نحط خطه التحصيلي بقى الفتره الثانيه. حاجه برضو من الحاجات اللي فرقت معايا سواء في المذاكره في التحصيلي او بشكل عام في حياتي هي ان انا اكون مخطط لليوم سواء من بدايه اليوم اول ما اصحى على طول او من اليوم اللي قبله. بكل بساطه في تطبيق مجاني اسمه نوشن، بحط عليه الحاجات اللي مهم اعملها في اليوم، فاول ما بصحى بكون عارف هعمل ايه. تحصيلي، الفيديو، متابعه المتدربين، قران، والدوش البارد. بدل ما اصحى افضل افكر اعمل ايه وفي النهايه اقعد على الجوال. الحمد لله على السلامه. طبعا النهارده مفيش مذاكره، يعني مش معقول في نفس يوم الاختبار ارجع اذاكر، لا كده حرفيا في حاجه غلط، فاهم؟ فالنهارده ان شاء الله هاخد اجازه، وبكره برضو هاخد اجازه، وهنرجع من بعدها بقى ان شاء الله الاسبوعين الجايين دول على ما الفتره الثانيه او المحاوله الثانيه تيجي ان شاء الله، هراجع فيهم التجميعات 1443 و1444 بما انهم اكتر التجميعات اللي الاسئله فيهم بتيجي فعلا في الاختبار. وان شاء الله بعد ما اخلص المراجعه بتاعه التجميعات هبدا اراجع في الاسئله المتكرره واكتر الاسئله اللي جت في الفتره الاولى ان شاء الله، واشوف لو في حاجه صعبه عليا هراجعها وهكذا. فان شاء الله معانا اسبوعين، النهارده وبكره راحه مفيش مذاكره، ومعانا اسبوعين بعدهم ان شاء الله نذاكر فيهم للفتره الثانيه. في النهايه الفيديو ده انا عامله عشان اشاركك تجربتي ورحلتي مع التحصيلي مش اكتر. اللي حصل في الفيديو او اللي انا كنت بعمله من ناحيه المذاكره ان انا بذاكر ساعتين في اليوم بس وذاكرت لمده اسبوعين علشان التحصيلي، ده مش حاجه انت المفروض تمشي عليها بالظبط. شوف المناسب بالنسبه لك وبالنسبه لاسلوب حياتك واعمله. كل واحد بيختلف عن التاني بالنسبة لعقله بالنسبة لقدرته الاستيعابية، يعني ممكن يكون في ناس بتذاكر وبتركز بشكل أكبر مني ما شاء الله عليهم فبيقدر يذاكر في ساعة واحدة في اليوم، ناس تانية ممكن بتبقى محتاجة وقت أطول شوية علشان المعلومة تثبت في دماغها فممكن يذاكر 4-5 ساعات. فشوف المناسب معاك واستمر عليه. في الأول والأخير كلنا بني آدمين وكلنا مختلفين عن بعض. وبما اننا جبنا سيرة ان احنا مختلفين عن بعض، دي شوية من التحولات اللي الشباب الجيماوية عاملينها. كل واحد فيهم كان مختلف عن التاني سواء في نوعية جسمه في أسلوب حياته وفي المشاكل اللي واجهته، ولكن ما شاء الله عليهم والحمد لله قدرنا مع بعض نوصل لمستويات كويسة وتطورات واقعية وكويسة في مدة قصيرة جدا، أقل من 3 شهور ولله الحمد. فلو عاوز تبقى واحد من الجيماوية دول تقدر تشترك دلوقتي من التدريب، هحط لك اللينك في الوصف. إن شاء الله يكون الفيديو عجبك وبالتوفيق يا شباب.